لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مع أنشطة تقويم تشخيصي والدعم لكتاب الجيد في الرياضيات للسنة الرابعة، إذن الصفحة سننجز 80 صفحة 6 و7. إذن بالنسبة للتمرين الأول، أكتب بالأرقام الأعداد التالية: 845، 800% و45، 5009، إذن 5000 يدي و9 في الوحدات، 3049، 3049. بالنسبة للتمرين الثاني، أكتب بالحروف الأعداد التالية: 1796، 1796، 3705، 3705، 8497، 8497. إذن بالنسبة للتمرين ثلاثة، أكتب بالأرقام الأعداد المكونة من 6003 وحدات، 6003، إذن في الوحدات ثلاثة، 14200 هي 1400، و3000 و15 و7 وحدات، 3000 و15 المئات عندنا هي صفر، ما يذكرناش المئات هنا، و7 وحدات هي 3057. بالنسبة للتمرين أربعة، أكمل ملء الجدول. هنا عندي 5000 زائد 600 هي 5600 زائد 30 زائد 7 هي 5637. هنا عندي 6012 هي 20 و7، إذن هي 6027. بالنسبة للتمرين خمسة، ألاحظ ثم أكتب العدد في المكان المناسب. إذن هذا عندنا واحد مستقيم مدرج، وعندنا ما بين هاد ما بين هنا وهنا عندنا 500، وما بين هنايا وهنا عندنا 1000، إذا كننتقلوا ب 500، إذا 500، 1000، 1500، 2000، 2500، 3000، 3500، و4000. هنا غادي تكون عندنا 4500، كون داروا لنا هنايا شي مربع. بالنسبة للتمرين 6، أكتب جميع الأعداد المحصورة بين 98 و105. إذن الأعداد المحصورة بين هذه العددين هي 99، 100، 101، 102، 103 و104. إذن الأعداد المحصورة ما بين 137 و142 هي 138، 139، 140 و141. والأعداد المحصورة بين 4779 و4783 هي 4780، 4781، و4782. بالنسبة للتمرين 7، ألاحظ ثم أكمل. إذن 257 محصورة ما بين 200 و300، إذن 843 تكون محصورة ما بين 800 و900، و2409 تكون محصورة ما بين 2000 و3000 كما هو مبين في المثال. بالنسبة للتمرين، إذن بالنسبة للتمرين 8، تم تقسيم القطعة AB، هذه القطعة هذه، إلى 7 أجزاء متساوية. هذا الجزء الأول، ثاني، ثالث، الرابع، خامس، سادس، سابع. إذن ألون بالأزرق 4/7. إذن من أصل 7 أجزاء غادي نلون أنا فقط 4، إذن A1 A2 A3 A4. بالنسبة للون الأحمر، ألون 1 من أصل 7، إذن من أصل هاد 7 كاملين غادي نلون غير 1 بالأحمر. بالنسبة للون الأخضر، ألون جزئين من أصل 7 أجزاء، إذن هاد السبعة الأجزاء كلها أنا غادي نلون غير جوج، غير هاد الجزء وهاد الجزء، إذن غير جوج ديال القطع، هي الدارين اللي هنا في البسط غير جوج، غادي نلون غير جوج من أصل 7.
إذا السؤال ده هو أقارن بين 2 على 14 وواحد على 7. إذا 1 على 7 هي كتساوي لي هي 2 على 14. علاش؟ حيت هذه ضربتها في 2 وحتى هذه ضربتها في 2. إذا 1 في 2 2، 7 في 2 4 14. التمرين 9. إذا في الجدول الأول عندنا عمليات الضرب، في الجدول الثاني عندنا عمليات الجمع. إذا نبدأ بعمليات الجمع. إذا 3 زائد 9 12، 3 زائد 5 8، 3 زائد 8 11، 7 زائد 9 16، 7 زائد 5 12، و 7 زائد 8 15. إذا 4 زائد 9 13، 4 زائد 5 9، و 4 زائد 8 12. بالنسبة لعملية الضرب، 5 في 5 25، 5 في 7 35، و 5 في 3 15. إذا فقط عملية الضرب ببساطة. إذا 2 في 5 10، 2 في 7 14، 2 في 3 6، 4 في 5 20، 4 في 7 28، 4 في 3 12. بالنسبة لتمرين 10، أنجز العمليات ديال الجمع، والطرح والضرب. إذا 4 في 7 28، أكتب 8 واحتفظ بالإثنان. 4 في 5 20، والإثنان 22، وأربعة في اكتبوا الاثنان احتفظوا بالاثنان. 4 في 2 8، والاثنان 10. اذا 5 ناقص 2 3، 0 ناقص 1 لا يمكن، اذا نتسلفوا 10 ونردوا هنا. 10 ناقص 1 9، 3 ناقص 9 لا يمكن، 13 ناقص 9 4، 7 ناقص 3 4. اذا 0 زائد 0 0، 4 زائد 3 9، 13. احتفظوا بالواحد. 1 زائد 5 6، زائد 4 10، 1 زائد 2 3 6 9. إذا بالنسبة للتمرين 11، ألاحظ المبلغين الموفرين من لدن كل من أحمد ومريم. إذا أحمد وفر 200 درهم، زائد 10 زائد 10 زائد 5 زائد 5 زائد 1 زائد 1. إذا المجموع الكلي هو 232. بينما مريم وفرت 100 درهم، زائد 10 زائد 5 زائد 5 زائد 1 زائد 1 زائد 50 سنت، هذه 50 سنتيم، زائد 10 سنتيم، زائد 5 سنتيم. إذا المجموع هو 122.65. إذا أخذ 50 سنتيم زائد 10 هي 60، زائد 5 هي 65 سنتيما. إذا السؤال، هل المبلغ الذي وفره أحمد يكفيه لشراء كرة ثمنها 34 درهم؟ إذا نعم. لماذا؟ لأن 232 درهما أكبر من 34. إذا بالنسبة لمريم، هل المبلغ الذي وفرته مريم يكفيها لشراء دمية ثمنها 22 درهما؟ إذا نعم. لماذا؟ لأن المبلغ الذي وفرته أكبر من ثمن هذه الدمية. إذا بالنسبة للتمرين 12، أكتب اسم كل مجسم وعدد رؤوسه. إذا هذا المجسم هو هرم، عدد الرؤوس عفوا. إذا عدد الرؤوس ديال هذا المجسم هو 1 2 3 4 5. إذا عنده 5 رؤوس. إذا هل يتدحرج؟ لا. إذا هذا الهرم لا يتدحرج. بالنسبة للمجسم الثاني، هو مجسم هو مكعب، عدد رؤوسه 1 2 3 4، ومن الجهة الأخرى 4 هي 8 رؤوس. إذا هل يتدحرج؟ لا يتدحرج. المجسم الثالث هو متوازي المستطيلات، كذلك عدد الرؤوس ديالو 8، 1 2 3 4، ومن الجهة الأخرى 4 هي 8. إذا هل يتدحرج؟ لا يتدحرج. إذا المجسم الرابع اسمه هو الأسطوانة. إذا هذا أسطوانة، عدد رؤوسه ليس له رؤوس. إذا الأسطوانة ليس لها رؤوس. وهل تتدحرج؟ نعم، إذا تتدحرج. والمجسم الأخير هو الكرة أو الفلكة، إحنا نسمي هذه كرة. إذا عدد الرؤوس ليس لها رؤوس. إذا هل تتدحرج؟ نعم، فالكرة تتدحرج. إذا إلى هنا نكون انتهينا من تمارين الصفحة 6 و7. إذا في الفيديو القادم سننجز تمارين الصفحتين المتبقيتين 8 و9. إذا إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.